خلف هذا الجمال الآسر سر لم يكن أحد يعلمه، حيث كشفت عارضة الأزياء والممثلة البريطانية جورجيا ميتشم أنها كانت تخفي سراً كبيراً، وهو أنها صماء وتعلمت قراءة الشفاه من أجل اتباع تعليمات المصورين ومخرجي الأفلام، وأن إخفاء ما أسمته بإعاقتها كان أصعب بكثير من الإعاقة نفسها، وأنها اعتمدت على المعينات السمعية في كلتا الأذنين منذ أن كان عمرها 17 شهراً، وعندما كانت في المدرسة كانت ترتدي سماعات أذن وردية لامعة ولم تكن مستاءة من الأمر، ولكن عندما أصبحت شابة بدأت تشعر بالحرج، خاصة أيام الجامعة حيث كانت تقوم بإخفاء جهاز السمع عن طريق تسريح شعرها للأسفل. وتوقفت ميتشم عن ارتداء أدوات السمع الخاصة بها عندما انضمت إلى صناعة عرض الأزياء، معتقدة أن ذلك سيجعلها نموذجاً أكثر نجاحاً، وعملت مع علامات تجارية ومشاهير مثل ستيلا ماكارتني، كارين ميلن، تيد بيكر أند وان دايركشن. اليوم قررت جورجيا أن تواجه الصمم وتخطط لبدء دروس لغة الإشارة، وأنها تشعر بأنها تريد تمثيل الصم في أفلامها، وتخطط للتركيز على الدفاع عن الفنانين ذوي الإعاقة.